اهلا بحضراتكم ولكم التحيه ولغز محير احنا امام لغز محير من امبارح امبارح انتشر خبر عن ميكروباص وقع من على كوبري الساحل في النيل من امبارح للنهارده فيش اي جديد انا شخصيا الحمد لله يا رب يا رب تبقى مساله اشاعه من امبارح للنهارده المسطحات المائيه وكل اجهزه الداخليه بتدور ومفيش اي اثر لا ولا لركاب مفقودين وابتدت يعني طبيعي الواحد يبدا يفكر هو في ميكروباص وقع اصلا في النيل ولا مفيش ولا دي اشاعه انا اتمنى انها تكون اشاعه واكيد حضراتكم برضو تتمنوا كده ما في حاجه وحشه لحد حصلت يا رب ابدا لكن المسطحات المائيه عايز اقول لحضراتكم لو متابعين ما تمش العثور على اي دلائل او شواهد تقول انه في ميكروباص وقع في المنطقه دي في النيل اه هتقولولي بس هم لقوا في النيل آه الجزء اللي هو الترابزين جزء كده من الترابزين بتاع الكوبري لكن ما تمام هقول لك بس هما ما اي حاجه تانية وما اي علامات او اي شواهد تانية بانه في ميكروباص وقع ممكن الترابزين او الحته اللي لقوها من الكوبري دي تكون حصلت اه من فتره لكن مش امبارح فمين اقصد ايه الاهم انه لغايه دلوقتي كمان وده الشيء الايجابي في الموضوع اللي يخلينا نقول المساله تميل اكتر للاشاعه انه ما فيش ولا بلاغ وصل لكل الاقسام اقسام البوليس اللي في المنطقه دي اللي هي منطقه الساحل فيش بلاغ وصل عن ايه فيش بلاغ وصل عن اي مفقود ما فيش حد راح بلغ قال له مراتي ما جاتش من امبارح ابني ما جاش مش لاقيه جوزي ولادي ما جوش الكلام ده ما فيش خالص ده يمكن لغز محير انا اتمنى انه البلاغ ده يبقى كاذب واكيد طبعا الاجهزه عارفه البلاغ وصل من مين وراح فين لكن هل وارد انه يحصل في الامور امور هل وارد انه الميكروباص ده نلاقيه والناس بتقول ايضا انه في حاله وجود الميكروباص انه صعب انك تلاقي بقى مفقودين لوحدهم لانهم هيظلوا جوه الميكروباص تحت في النيل كل الاحوال لازم اوجه التحيه الحياه والتقدير لاجهزه داخليه اتحركت بسرعه جدا استجابت للبلاغ اللي وصلها عملت مسح كامل للنيل في المنطقه دي وزي ما بنقول كده بالبلدي الناس ما تاخروش وما فيش اي تقاعس لا لغايه دلوقتي هم شغالين ولغايه دلوقتي هم بيحاولوا بيشوفوا اذ ربما تحصل في الامور امور. انا بتصور انه في ثلاث اسباب رئيسيه ممكن يعني هي دي اللي بتحسم الامر دايما في الحاجات اللي زي دي. اولا البلاغات البلاغ متوفر في انه تم عمل بلاغ لكن باقي البلاغات مش متوفره. يعني حد بلغ انه شاف انه في ميكروباص بيقع في النيل تمام وتحركت الاجهزه تمام لكن بلغات اخرى بمفقودين او صاحب العربيه دي مش موجود او او او, أو زي ما قلت لحضراتكم ده ما حصلش السبب الثاني العربيه اللي وقعت ما حدش لقى لغايه دلوقتي اي اثر لاي ميكروباص وقع السبب الثالث بتبقى او بيبقى جثث الضحايا وجثث الضحايا مفيش حاجه ظهرت وده يمكن بيخلي الحكايه تميل الى انه يبقى اشاعه انا اتمنى ده رغم انه قيل انه في الحالات اللي زي دي لا قدر الله بتظل الجثث داخل الميكروباص. لكن اللغز ده هل حصل قبل كده؟ وخلينا اقول لحضراتكم بمعنى ادق طب في الحالات اللي زي دي لا قدر الله ودي مش اول حاله لو حصلت تكون حصلت حصل قبل كده عربيات كتيره وقعت في ترع وقعت في نيل وقرينا عنه ياما هي الفكره في الحالات اللي زي دي بيعثروا على العربيات بعد فتره قد ايه؟ كمان بيلاقوا الجثث بعد فتره قد ايه؟ خلينا نار...